نرى الصراع داخل إيران حول محورية القيادة، حول شخصية الإمام القائد السيد علي الخامنئي. أعداء الإمام داخل إيران ربما أكثر مما هم عليه خارج إيران، ولكن الإمام السيد القائد انتصر داخل إيران لأنه يمثل قلب الشعب الإيراني. هذه القيادة هي قيادة أبوية، يعني قيادة تتمثل فيها العاطفة الأبوية وتتمثل فيها الحكمة الإسلامية. فبالتالي هذا النجاح الأول هو نجاح للقائد مع شعبه في إيران، ثم نجح القائد على مستوى ما نسميه في النظرية السياسية والنظرية الفقهية نظرية ولاية الفقيه. والعنصر الأساسي في بناء ولاية الفقيه هي القائد، هو علي الخامنئي الوريث للسيد الإمام الخميني.